السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض في الدرس الثاني تاريخ الصف السادس الابتدائي نظام الحكم العثماني في مصر. طبعا احنا خدنا الدرس اللي فات مصر بين المماليك والعثمانيين، وقلنا ان مصر اصبحت ولاية عثمانية بعد معركة ايه اولاد؟ برافو عليك، معركة الريدانية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف مع بعض على كيف كان الحكم العثماني لمصر، أحوال مصر في الوقت دوت كانت عاملة إزاي من الناحية السياسية والاقتصادية والناحية التعليمية والثقافية، يعني هنتعرف على أحوال مصر في ظل الحكم العثماني. مصر ارتبطت في حكمها وإدارتها تحت حكم العثمانيين. الكلام ده بدأ يحصل بعد سقوط مصر وأصبحت ولاية عثمانية عام 1517 بعد موقعة الريدانية. بالتالي يا أولاد مصر فقدت استقلالها كدولة كبرى مستقلة وأصبحت ولاية. كلمة ولاية يعني زي جزء من ولايات الدولة العثمانية الكبرى. طب تعالوا نتعرف مع بعض. أول حاجة من الناحية السياسية نتعرف مع بعض عن هيئات الحكم العثماني في مصر، يعني ازاي العثمانيين كانوا بيحكموا مصر. اولا كان الحكم العثماني لمصر يا اولاد حكما استبداديا. يعني ايه حكما استبداديا؟ يعني حكم لا يشارك فيه المصريين، حكم استبدادي، اي ان السلطان العثماني هو الذي يتمسك برأيه، هو صاحب الامر والنهي في حكم البلاد. طيب الحكم العثماني في مصر تألف من كم هيئة؟ تألف من الآتي: واحد الوالي أو الباشا، رقم اثنين الديوان، رقم ثلاثة الحامية العثمانية، رقم أربعة المماليك. تعالوا نتعرف مع بعض على أول عنصر من عناصر الحكم العثماني في مصر. أول عنصر يا حبايبي يا حلوين هو اسمه الوالي، الوالي أو الباشا. كان اللي بيتولى حكم مصر كانوا بيسموه والي. والي يعني نائب عن السلطان. السلطان بيختار ليه والي بيتولى الحكم في مصر. الوالي ده مكانه فين او مقره فين؟ مقره القلعة. مدة حكم يا اولاد بتتراوح ما بين سنة الى ثلاث سنوات، من عام الى ثلاثة اعوام. يبقى دلوقتي الوالي او الباشا هو نائب السلطان، برافو عليكم، مقره فين يا حبايبي؟ مقره القلعة. مدة حكمه برافو زي ما انتوا بتقولوا من سنة لثلاث سنوات، والمدة دي يا أولاد قصيرة زي ما انتوا شايفين، لأن السلطان العثماني كان خايف أن ينفرد الوالي بحكم هذه الولاية دون الرجوع إليه. طب تعالوا نتعرف مع بعض إيه هي مهام الوالي. مهام الوالي يا أولاد زي ما انتوا شايفين، يجي لي سؤال بما تفسر اذكر مهام الوالي العثماني في مصر. اول حاجة احنا قلنا هو نائب السلطان، برافو عليكم، يعني هو اللي بيتولى الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة من السلطان العثماني. يعني اي قرار السلطان العثماني يصدره اللي بيشرف على تنفيذه هو الوالي او الباشا. رقم اتنين يا حبايبي ارسال الخراج، ارسال الخراج المفروض على البلاد. وكلمة الخراج اي الضرائب، يعني الوالي او الباشا مسؤول عن ارسال ما يقوم بجمعه من الضرائب الى السلطان العثماني. رقم ثلاثة يحافظ على الامن في الولاية، اي يحافظ على استقرارها وامنها. رقم اربعة يدعو الديوان للانعقاد، والديوان يدعو الديوان للانعقاد زي مجلس الشعب حاليا كده، لما بيدعو رئيسه الى الانعقاد يعني الى الاجتماع، اللي كان بيتولى هذا الامر هو الوالي او الباشا. وده يعتبر اول عنصر من عناصر الحكم العثماني في مصر. تعالوا مع بعض كده نخش نشوف تاني عنصر من عناصر الحكم العثماني في مصر وبيتمثل فيه الديوان. طب الديوان ده يا مستر اعضائه ايه؟ قال لك يا حبايبي الديوان يتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية، كبار ضباط الحامية العثمانية،
اللي مسؤولة عن حماية والدفاع عن البلاد، ده كلمة حامية عثمانية، وكبار الموظفين وكبار العلماء والأعيان. وكلمة أعيان يا أولاد يعني الأثرياء الأغنياء اللي هم أصحاب الأراضي اللي معاهم فلوس. طب يا مستر مهمة الديوان إيه؟ مهمة جدا جدا، بدي كتير في الامتحان. مهمة الديوان له سلطة مراقبة الوالي. يبقى يجي لي في الامتحان سؤال مهم جدا، بما تفسر اذكر مهام الديوان؟ هقول له كانت لديه سلطة مراقبة الوالي. يعني الوالي يا أولاد ما يعرفش يصدر أي قرار إلا بموافقة مين؟ برافو عليكم، بموافقة الديوان. طب لو الديوان رفضه يبقى الوالي ما يقدرش إن هو ينفذ هذا القرار. ودي كانت نقطة اللي كانت متسببة في ضعف الحكم العثماني في مصر. سلطة مراقبة الديوان للوالي كانت النقطة اللي أضعفت الحكم العثماني في مصر. طب تعالوا مع بعض كده نشوف النقطة الثالثة، بتتكلم عن الحامية العثمانية. والحامية العثمانية دي يا أولاد كانت عبارة عن فرق عسكرية مهمتها الدفاع عن البلاد. يبقى الحامية العثمانية مرة أخرى هي فرق عسكرية مهمتها الدفاع عن البلاد. تعالوا نخش على العنصر الرابع والعنصر المهم جدا، ألا وهو المماليك. العثمانيين يا أولاد أول ما جم حكموا أو تولوا حكم مصر، رغب العثمانيين في الاعتماد على المماليك، رغم ان هم خدنا في الدرس الاولاني انتهاء حكم او انتهاء حكم المماليك لمصر، بس العثمانيين عارفين ان المماليك هم اصحاب الخبره والدرايه المعرفه يعني في اداره شؤون البلاد. لذلك اعتمد العثمانيون في حكم الاقاليم على المماليك. هنا سؤال بما تفسر اعتماد العثمانيين في حكم الاقاليم على المماليك؟ هنقول لخبراتهم الطويلة في إدارة شؤون البلاد أو في حكم البلاد. كده احنا تعرفنا عن عناصر الحكم العثماني في مصر، وهي الوالي، الديوان، الحامية العثمانية، المماليك. تعالوا ننقل على نقطة أخرى نتعرف من خلالها عن أحوال مصر في ظل الحكم العثماني من الناحية الاقتصادية الاجتماعية العلمية والثقافية، وده اللي هنتعرف عليه إن شاء الله دلوقتي. أول نقطة الحياة الاقتصادية. يعني إيه يا مستر الحياة الاقتصادية؟ يعني أحوال مصر الاقتصادية زي الزراعة والصناعة والتجارة أو أي نشاط اقتصادي كان يقوم في مصر في الوقت ده. الدولة العثمانية اتبعت سياسة أدت إلى تدهور أحوال مصر الاقتصادية. يعني هنلاقي تم إهمال الزراعة، بالتالي تأخرت وكسدت التجارة، أصبحت حكم التجارة ضعيف جدا أو التبادل التجاري ضعيف، تأخر الصناعة. بالتالي يا أولاد هتسوء أحوال مصر الاقتصادية، اللي مش هتسوء، هتسوء بدليل إهمال الزراعة، مفيش اهتمام بالزراعة. رقم اتنين تأخر الصناعة، وتأخر الصناعة يعني أصبحت متدهورة متأخرة. ده كله هيؤدي إلى هل هيبقى فيه تجارة؟ لا طبعا مش هيبقى فيه تجارة، كساد التجارة. وكلمة كساد يعني سوء وضعف التجارة في مصر في ظل الحكم العثماني. طب تعالوا نتعرف مع بعض عن الحياة الاجتماعية. شكل المجتمع المصري في ظل الحكم العثماني كان عامل ازاي؟ اولا المجتمع المصري في ظل الحكم العثماني كان منقسم يا اولاد الى طبقتين، طبقة تسمى طبقة الحكام، وطبقة تسمى طبقة المحكومين. طب هل يا مستر كان في فرق ما بينهم كبير؟ طبعا كان في فرق كبير ما بين طبقة الحكام وطبقة المحكومين. دليل ان كان الحكام اللي كان بيضم العثمانيين وبعض بكوات المماليك دول يا اولاد اللي كانوا بيتمتعوا بالثروة بالفلوس بالغنى والنفوذ، بينما حرم المصريون اللي هم طبقة المحكومين من خيرات بلاده. دي كانت أحوال المجتمع المصري في ظل الحكم العثماني من الناحية الاجتماعية. تعالوا نشوف وننتقل لعنصر آخر وهو الحياة العلمية والثقافية. يعني إزاي كانت أحوال التعليم في مصر؟ إزاي كانت الدولة العثمانية بتهتم بالتعليم؟ هل كانت بتهتم ولا ما بتهتمش؟ أولا يا أولاد تدهورت أحوال مصر التعليمية والثقافية في ظل الحكم العثماني. طب ايه الدليل يا مستر؟ سؤال بما تفسر.
تدهور الحياة العلمية والثقافية في مصر في ظل الحكم العثماني. هنقول يا أولاد لأن التعليم في مصر في ظل الحكم العثماني اقتصر على الأزهر الشريف، يعني التعليم كان مقتصر على الأزهر الشريف فقط، ما كانش فيه حاجة اسمها بقى مدارس زي دلوقتي، في مدارس حكومة، في مدارس خاصة، في جامعات، لا. أيام الحكم العثماني كان مقتصر التعليم على الأزهر الشريف. طب كانوا يا مستر بيتعلموا إيه؟ بيتعلموا حفظ القرآن الكريم، دروس الفقه والتشريع، ده اللي كان مقتصر عليه التعليم في ظل الحكم العثماني. يعني ما كانش فيه اهتمام يا أولاد بالعلوم العقلية زي الرياضة اللي حضرتك بتتعلمها، زي الساينس، زي الكيمستري، كل العلوم دي ما كانوش مهتمين بها خالص، كانوا مهتمين بحفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع. لذلك تم إهمال وتدهورت الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف. وكلمة نشاط التأليف زي ما بنيجي نقول إن محمد أو مريم أو أي حد مؤلف يعني بيقدر يكتب كتاب وإحنا نقراه، لأنه هو اللي عمل هذا الأمر. ده بالنسبة للحياة العلمية والثقافية تدهورت ولا تقدمت؟ تدهورت، برافو عليكم. إيه السبب؟ بسبب اقتصار التعليم على الأزهر الشريف، على حفظ القرآن الكريم ودروس الفقه والتشريع، عدم الاهتمام بالعلوم العقلية مثل الرياضيات، وتدهور الحياة الأدبية، وتوقف حركة التأليف في مصر. تعالوا ننتقل على عنصر آخر وهو الحياة الفنية. الحياة الفنية يعني يا أولاد هنتكلم عن العمارة، يعني البناء، الفنون، الآثار اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. الدولة العثمانية لم تهتم بالحياة الفنية في مصر. ليه؟ قال لك على الرغم من أن مصر كان عندها ثروة عظيمة جدا، كبيرة جدا، من العمارة، من البناء، من المتاحف والآثار والفنون في عصر سلاطين المماليك، أيام حكم المماليك لمصر، إلى أن عدم اهتمام العثمانيين بيها وحالة التدهور والإضمحلال، يعني التأخر وتأخر الحرف والصناعات، أدى ذلك إلى تدهور الحياة الفنية. طب يا مستر نجاوب السؤال ده إزاي لو جالنا في الامتحان على شكل بما تفسر تدهور الحياة الفنية في مصر في ظل الحكم العثماني؟ هنقول بسبب قيام السلطان سليم الأول بترحيل أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستان. يعني السلطان سليم الأول جاب أمهر الصناع اللي شغالين في مصر والحرفيين ونقلهم إلى الأستانة. طب إيه يا مستر الأستانة دي؟ عاصمة الدولة العثمانية. عشان العاصمة اللي هي الأستانة يتم الاستفادة من هؤلاء الصناع والحرفيين ولم تستفيد منها مصر. رقم 2، الاستيلاء على الكثير من التحف الثمينة أي الغالية، الأثار يعني، والمخطوطات النادرة. السببين دول يا أولاد كانوا هم السبب في تدهور الحياة الفنية في مصر في ظل الحكم العثماني. تعالوا نروح مع بعض بقى نقدر نستنتج من الدرس اللي احنا خدناه ده كله سؤال مهم جدا بيجي على شكل ما النتائج المترتبة على ما النتائج المترتبة على الحكم العثماني لمصر. اول حاجة يا اولاد، معاناة بعض طوائف المجتمع المصري من مشكلات. زي ايه المشكلات اللي عانى منها المجتمع المصري؟ عانى من مشكلات الفقر والجهل والمرض. بقى منتشر الفقر ما بين الناس، الجهل ما فيش تعليم، المرض انتشار الأمراض والأوبئة. رقم 2، سيادة الجمود والتقليد والتأخر في كافة نواحي الحياة. بمعنى يا أولاد أني أصبحت مصر ولاية متأخرة، لأنها تحولت طبعا إلى ولاية بعد ما كانت دولة كبيرة تقدر من خلالها أنها تتقدم وتتطلع إلى التقدم. في الوقت اللي جه حكم العثمانيين في مصر يا اولاد سادت حاله من الجمود والتخلف، بدليل ان هم لم يهتموا بالتعليم، فبالتالي ما بقاش في اطلاع على الافكار الجديده او الافكار الحديثه المعاصره اللي كانت منتشره في اوروبا في ذلك الوقت، مما ادى الى سياده الجمود والتقليد والتاخر في كافه نواحي الحياه. وده الدرس الثاني في منهجنا الصف السادس الابتدائي اللي كان بيتكلم عن نظام الحكم العثماني في مصر. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرحه،
وان حضرتك تكون فهمت بصوره سهله وبسيطه، مش ناقص بس غير ان حضرتك تذاكره وتفهمه باسلوب كويس. ولكم جزيل الشكر على حسن استماعكم. شكرا.